السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: الملك والرئيس الروسي يتفقان على تفعيل اللجان المشتركة وتسوية الأزمة السورية. أداء الاقتصاد في ظل فيروس كورونا أمام مجلس الوزراء. وإلى صحيفة الوطن والتي بينت: مجلس الوزراء فتح المؤسسات التعليمية في العام الدراسي المقبل ومراعاة صحة الطلاب. البحرين الأولى عالميا بمؤشر خدمات النظام البيئي. ومع عناوين صحيفة الأيام والتي بينت: مجلس الوزراء النظر في وضع المواطنين المسرحين من عملهم بالخارج. النيابي يطلب إضافة قطاعات جديدة للحزمة المالية. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها: تخفيض رسوم سوق العمل ل50% خلال 3 أشهر، 27 مليون دينار لتطوير شارع الفاتح. نطالع من صحيفة الأيام أن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، استقبل الوفد الإيطالي الطبي، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب فيما يختص بالإجراءات والجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا بين البلدين. بيّن صحيفة الأيام أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم قال إن اللجنة رفعت للحكومة رؤيتها بدعم المزيد من القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، وهي مكاتب توريد العمالة المنزلية ورياض الأطفال والصحافة وقطاع تنظيم المؤتمرات والدعاية والإعلان، بالإضافة إلى ضم برك السباحة ضمن قطاع الصالات الرياضية. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني نشرت التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين الربع الأول من عام 2020، وبين التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس بسبب جائحة فيروس كورونا. بقلم لمياء إبراهيم نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالاً بعنوان الطب في زمن الويبينار، فإلى سطور هذا المقال: أجبرتنا كورونا على أشياء لم تكن في حياتنا من قبل، وفي الحقيقة أن بعضها كان مفيداً ووجدنا فيها متعة خفية، ففي كل محنة منحة، فقد قضينا وقتاً أطول مع أسرتنا. فماذا عن أطبائنا؟ كعادة الطبيب الاستمرار في طلب العلم والبحث عن الجديد وتبادل الخبرات والمناقشات كما كان يحدث في المؤتمرات الطبية من قبل والتي يصعب إقامتها الآن بسبب كورونا. مع ذلك لم يقف الطبيب مكتوف اليدين ينتظر انتهاء الجائحة، فأصبح يتلقى المحاضرات عن طريق الويبينار أو المؤتمرات عبر الإنترنت، وهي كلمة مكونة من جزئين: كلمة ويب وتعني شبكة الإنترنت، والجزء الأخير من كلمة سيمينار وتعني محاضرة الإنترنت، أداة العصر يحتل الآن دور البطولة في خلق التواصل. إنسانية الأطباء تجسد أروع صور وتبهرنا، فقهروا الظروف وصاروا خلف رغبتهم الملحة في المزيد من العلم، وكل يوم يمر علينا في الظروف الراهنة يجعلنا نشكر أطباءنا.
نقلت صحيفة الوطن أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس حسام خلف أصدر قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 234 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر يونيو من العام الحالي. هذا ونقرأ من صحيفة الوطن أن الفريق طارق الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث أكد على العمل في تأمين وصول المواد الغذائية لمملكة البحرين وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، كما أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين الدراسة ضمن الاستعدادات للسنة الدراسية القادمة. نشر صحيفة البلاد مقالا للكاتب عبد علي الغسرة والذي جاء بعنوان الواقع الافتراضي، فإلى أبرز ما جاء فيه. الواقع الافتراضي مصطلح للبيئات التي يمكن محاكاتها ماديا في بعض الأماكن في العالم باستخدام تقنية الحاسب الآلي، ويغطي بيئات التواجد الظاهري للمتصلين عن بعد لينتج واقعا شبه حقيقي. بسبب جائحة كورونا بات احتياجنا لهذه الوسيلة سواء في إدارة الأعمال والاجتماعات أو إلقاء المحاضرات والتعليم ضروريا، تكمن أهميتها في التخفيف من تداعيات الكوفيد واستمرارية أداء الأعمال. على سبيل المثال، دخل الواقع الافتراضي عالم التعليم وجعله أكثر متعة وإثارة للطلبة والمعلمين، كما جعل الكثيرين يستخدمون الأجهزة الذكية لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم المعيشية والاجتماعية والثقافية والتجارية. قد يصبح مكان للواقع الافتراضي في عالمنا بسبب ما يجده هذا الواقع الآن من دعم لا محدود من قطاع التكنولوجيا. وقد أشارت المكاتب الاستشارية إلى أن ما ستحققه الشركات التكنولوجية من الواقع الافتراضي من أرباح سيصل ما بين 80 إلى 128 مليار دولار بحلول عام 2025. لفت الصحيفة الوطن أن وزارة الخارجية حذرت المواطنين البحرينيين والمقيمين من رسائل وهمية تستغل البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة وسفارة مملكة البحرين في واشنطن لطلب مبلغ مالي نظير استكمال إجراءات التصديق على شهادات وما شابه ذلك. ونوهت الوزارة إلى أن هذه الرسائل وهمية ولا أساس لها من الصحة. لفت الصحيفة البلاد أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالشراكة مع شركة كليفر بلاي قامت بتنظيم مسابقة تعليمية افتراضية على الإنترنت تختص بعلوم الفضاء تستهدف الطلبة البحرينيين بين 7 إلى 12 عاماً، وذلك لإنشاء لعبة فضائية من تصميمهم الخاص. بيّن صحيفة البلاد أن وزارة الأشغال وشؤون البلدية طرحت مناقصة للقيام بالأعمال الرئيسية لمشروع تطوير شارع الفاتح بتمويل بنحو 27 مليون دينار، ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأزدحامات المرورية. هذا وإليكم مشاهدينا مقالا للكاتب عبد المنعم إبراهيم، قام صحيفة أخبار الخليج بنشره والذي جاء بعنوان قطار الخليج ينطلق بدون خطر، فإلى المقال. قطار الخليج ينطلق في عام 2023 بكلفة 15 مليار دولار أمريكي. خبر كهذا بلا شك يثلج صدور المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. من المؤسف أن خبر قطار الخليج لم يكن فيه إشارة إلى قطر. لماذا؟ لأن قطر غير مهتمة
بأن تكون جزءا من هذا المشروع الحضاري الذي يربط دول التعاون الخليجي. قطر للأسف الشديد تصرف أموالها وأموال الشعب القطري على مشاريع تآمرية مع تركيا وإيران ضد مصالح الدول العربية وأشقائها في الخليج العربي. مليارات الدولارات تصرفها قطر على تمويل مشاريع التوسع التركي العسكري في سوريا وليبيا والعراق وقريبا في اليمن لضرب الأمن القومي العربي، تحديدا استهداف مصر والسعودية. لذلك بالنسبة إلى قطر فإن مشروع قطار الخليج ليس مهما لها، بل كانت قطر تتمنى لو أن الاستعمار البريطاني وضعها إلى جانب إيران أو تركيا وليس ضمن الجزيرة العربية. من صحيفة الأيام نقرأ أن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صرح بأن شرطة المباحث الجنائية وبالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل قامت بحملة تفتيشية على المكاتب التي تزاول مهنة توفير الخدم بنظام الساعات، حيث تم ضبط 19 مؤسسة غير مرخصة. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.